معلومة قد تعرفها لأول مرة عن الخنزير. نحن نعلم من أول ما درسنا في المدرسة من الصف الأول أن أكل الخنزير محرم، ولكن البعض يجهل لماذا تم تحريمه بشكل علمي، ولماذا الغرب حتى هذه اللحظة يأكلونه وهو مضر بالصحة، وبعض الأسئلة الأخرى التي سنطرحها لكم في هذا الفيديو. ولكن اشترك بالقناة لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله انا بعمله. ونرجع لسؤالنا، ليه الغرب بيأكلوا لحم الخنزير وهو مضر بالصحة وهم متقدمين في مجال الطب والعلوم؟ اولا، الغرب يعلمون ان لحم الخنزير مضر، ويعلمون ان دهن الخنزير لا يهضم ولا يحفظه حتى الكبد، وبالتالي يتراكم في جسم الإنسان بصورة غير صحية. هنا السؤال يطرح نفسه، لماذا يتناولونه وهو غير صحي، أو بالمعنى الأحرى غير مفيد؟ خلونا ناخدها بعقل زي اسم قناتنا خدها بعقل. الغرب وغير الغرب عارفين إن السجاير مضرة بالصحة، أو عامة التدخين مضر بالصحة. الغرب وغير الغرب عارفين ان الخمرة مضرة بالصحة. الغرب وغير الغرب عارفين ان المخدرات مضرة بالصحة. ففي ملايين ومليارات بيعملوا الغير مفيد بالصحة. فده الرد على السؤال دوت. نخش على الجزئية التانية، لماذا لا نربي الخنزير تربية صالحة ونوفر له الأكل النظيف والشراب النظيف؟ عزيزي المشاهد أو عزيزتي المشاهدة، طبيعة الخنزير هي طبيعة قذرة. هنا واحد يسألني يقول لي يعني طبيعة الخنزير طبيعة قذرة؟ طبيعة الخنزير زي طبعك، مثلا انت عصبي ما تقدرش تغير طبعك، هو برضك كده ما يقدرش يغير طبعه، هو في حتة النجاسة. يعني لو وفرت له كل سبل الشراب النظيف والأكل النظيف، هيتبول ويعمل روث، وهياكل الروث بتاعه ويشرب البول بتاعه. هو كده، هو مكنسة الأرض، وده الاسم المناسب. خلصنا تاني جزئية ونخش على تالت جزئية، اللي هي احنا كبشر فينا مسام عرق، وظيفتها بتخرج الأملاح الزايدة والسموم. الخنزير مفهوش الوظيفة ديت. يعني ايه؟ يعني مفهوش مسام عرق. طب ازاي يخرج الأملاح الزايدة او السموم؟ هنا بتيجي المفاجأة، بتتخزن داخل جسمه، والأغلبية بتتخزن في منطقة اللحم بتاعت جسمه. جزء منه بيروح للكبد، ولكن المعظم بيكون في اللحم. وخلصنا الجزئية التالتة ونخش على الجزئية الرابعة، خلينا نكون عارفين ان ربنا ما خلقش اي حاجة عبث. يعني اي حاجة ليها فوائدها وليها اضرارها، زي الخنزير كده بالظبط. طب الخنزير ليه ربنا خلقه؟ خلقه لأسباب أخرى، زي إنه يأكل ورق الشجر، يأكل جيف، يأكل فران، يأكل حاجات زي السلسلة الغذائية اللي درسناها، فهو صعب الاستغناء عنه. هو منظف ومطهر للبيئة، يعني هو ليه سلسلة غذائية صعب الاستغناء عنها في البيئة. وربنا ما حرمش بس أكل الخنازير، فهو حرم حاجات تانية. وربنا ذكر الحاجات ديت في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. صدق الله العظيم. كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. ما تنساش تشترك بالقناة لو انت مش مشترك، وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشكرا لمتابعتك للفيديو، وفي انتظار ان شاء الله فيديو جديد مع قناة خدها بعقل.